عارفه اقول لك الموضوع انا دوت بيضمي موجهه القلب، للنصيحه. بس حاضر هنعرضه على الدكتور احمد ان شاء الله، نسال الله لك لنا ولك ان شاء الله صلاح ابنائنا. وانا يمكن بس عايزه اقول لك على حاجه دايما ملتزماها، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ومن ذريتي، ذريتي، والله دايما ده دعاء بقولها سيدنا ابراهيم. دعاء سيدنا ابراهيم، يعني مهما بعد ان شاء الله ربنا يرد ردا ان جميلا شاء الله. للصلاه. بس طبعا في الدكتور برضو هيجاوب على سؤالك يا مريم. ناخد شويه اسئله ولا نكمل في الغسل بتاعنا لا بقى ولا انا ايه؟ بس عشان الوقت اللي يداهمنا، حاضر. اسمحي لي لاهميه الموضوع جدا جدا الغسل، الحمد وانا لله. مش هفرع فيه. خلاص ماشي، عشان بس اولا ايه انا بقى باخد الاسئله هنقولها، نعم، بس ندي مثلا احنا ربع ساعه في هنيجي الاخر. ناتي حضرتك الى سبل السلام للصنعاني، والى نيل الاوطار للشوكاني، والى زاد المعاد لابن القيم. ابن الثلاث القيم. مصادر هتعرف على صفه غسل الرسول. صفة غسل الرسول، نعم، يعني احنا دلوقتي تحدثنا عن الغسل بصفة الوضوء. عامة، قصدي الوضوء، الوضوء لكن احنا دلوقتي داخلين على الغسل. الغسل الغسل طبعا زي ما انت عارفه من من حيض الجنابة او نفاس للنساء ومن او الجنابة للجنابه للرجال وللنساء او لمن يريد ان يدخل الاسلام. انا قلتها النهارده في اللايف وانا اتفضلي. جايه او حضرتك بقى ليها في سنن، في اغسال مسنونه بقى يوم الجمعه، ودخول مكه، ودخول المسجد الحرام، وهكذا، ودخول المسجد النبوي للتشرف بزياره حضره صلى النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. الزياره دي لازم، فهنيجي بقى حضرتك بس. ومسجد قباء زي ما قلنا. نعم، ده لا هو الوضوء، وان اردنا الغسل لا باس. نعم، طب بس هنقف بس، معلش معلش، كأن تليفونات يا دكتور، ناس بتحبك، اعمل ايه؟ ناخد اتفضل. وفاء. السلام عليكم يا اخت وفاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه ميار؟ الله يخليك يا حبيبتي، انا في نعمه الحمد لله. اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ هو مع اتفضلي. حضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. عايزه اسال بس في الطرح، عن الطرح يعني. نعم اتفضلي.